طيب يعني انا بقول الكلام دوت لان احنا في الايام الجميله اللي زي دي واحنا والله بنحبك صحيح. ف متشكر متشكر، ربنا يعيني ان اكون خادم امين شريف للبلد ديت وليكم، يا رب يعيني على كده. لكن خليني اقول لكم ان زي ما قلت كده ان البلد بلدنا، بلدنا كلنا، تسعنا كلنا، واحنا لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي وبيستر. خلي بالكم اوعوا تنسوا احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا وبيسبب الاسباب. بيسبب الاسباب. مش عايز اطول اكتر من كده.